كيفية تبسيط تجربة القيادة؟ سنريكم أين تجدون الرقم التعريفي الخاص بمركبتكم ونشرح أهميته. الرقم التعريفي الخاص بمركبتكم المعروف باسم VIN هو رقم يتكون من 17 عددا ويشبه الرقم التسلسلي. الأعداد المكونة للرقم التعريفي VIN الخاص بمركبتكم تحتوي معلومات خاصة مثل الشركة المصنعة، الطراز، بلد التصنيع، نوع المحرك والمزيد. يمكن العثور على الرقم التعريفي VIN في أماكن متعددة تشمل دعامة الباب، الأرضية في جهة السائق، صندوق الأمتعة. المكان الأكثر شيوعا لوجوده هو الزاوية اليسرى للوحة العدادات، ويمكنكم رؤيته عبر الزجاج الأمامي من الخارج. العديد من تسجيلات البيانات تستخدم هذا الرقم لتسجيل التفاصيل المتعلقة بتاريخ المركبة. يمكنكم العثور على بيانات تتعلق بالمالكين السابقين، حالات الحوادث، والإصلاحات المتعلقة بالخدمة. ارجعوا إلى دليل المالك لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بمركبتكم. خطوة بسيطة لتعرف مركبتكم بشكل أفضل. شيفروليه، اكتشف آفاقاً جديدة.